nightfall. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ ياكم مصطفى. طبعا اليوم راح اشوفكم استراتيجيه اللي قلت لكم عليها قبل 3 ايام اعتقد. المهم هاي استراتيجيه راح توصلك للقمه المتجمده، هي ارينا 8. تنفع هاي الاستراتيجيه من الساحه 5 وجوا، يعني كل البطاقات اللي اختاريتهن موجوده الى الساحه 5، ما موجودات بالساحه 6. فهساني بالساحه 8 وبعدني استخدمها، لان صراحه استراتيجيه كلش قويه. فنجي هسه على الجنود. اول شيء الهوك والبربري. البربري وصلتها لفل 11 بس اوزي بس 10000 ذهب وطوره. فيب هوك وبربري وحشد المينيون عملاق ماسكتير فاير بول ساحر وزاب. طبعا نص الجنود ادي نص البطاقات ما مطوره، فلو اطورهن بعد يصيرن اقوى. فنلاحظ انه كل البطاقات هذني نقدر نستخدمهن للدفاع وللهجوم. مثلا البربري ندافع بيه ونهجم بيه، بس الهوك بس للهجوم هو والعملاق. فخلنا نشوف لنا خصم. خلنا نفتح هذا الصندوق فضي. اوكي ذهب، روح جليد، غيلان. خلنا نسوي معركه نشوف لنا فد لاعب نباري ليفل 10. ما ادري هاي الفتره كل ما العب يطلع لي خصم ليفل 10 وانا ليفل 9، يعني ليش هالظلم؟ هذا ما يتفاهم، هذا ما يتفاهم. هذا زاب ومينيون. لا بعد زاب خذ بيته بالقاع. اوكي عادي ما حصل شيء، بس هذا الجوبلين شويه حصل نقاط يعني. فيب الطريقه طبعا هي كلش سهله، اكو اكثر من طريقه تهجم بيها، مو ذب عملاق ورا ماسكتير، لا حتى اذا طلع لك غير العملاق والماسكتير تقدر. مثلا هسه عندنا البربري تنزل ورا هوك قبل وراهم، لان شنو ايش راح يسوي؟ شوف شلون راح يدفعهم، شوف شلون راح يدفعهم. حلو، نزل لنا ثلاثه مينيون. هاي منا عندنا محارب، هذا فارس، خلينا ننزل له ماسكتير نخلص منه. اوكي فمثل ما تشوفون هسه شوي اخذت من نقاط. او فاير بول نقتلهم كلهم، بس الهوك راح يبقى منه شويه. حلو لحد الان حلو. هذول نصمتهم بزاب. ما ماتوا، او شنو هاي؟ ضربتهم زاب وما ماتوا. ليفل 10 اقوياء والله، ذولا اقوياء. حلو، طبعا هذا اللاعب اقوى مني ليفل 10، بس ان شاء الله افوز. اوكي هسه عندنا مجال يعني ننزل جندي. عندنا شو ننزل؟ ها اذا طلع لك العملاق اول شيء تقدر تنزله، بس بالزاويه، مو تنزله هنا او هنا او من هاي الزاويه، لا هاي منها جوه على مود نكسب وقت اكثر. ها شنو شغل اكسبو؟ يا ستار يا ربي. والله ما توقعت، لان هالايام الاكسبو كلش قليل استخدامه، ففاجئني. حتى عبالي ما راح يوصل، بس فاجئني والله هذا اللاعب. يلا خلينا نذب ورا فارسه على مود يصير تشكيله حلوه، نهجم بها هوك وفارسه وبرابره. حلو يلا اضرب اضرب اضرب، روح 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 روح. هذول وين راحوا جنودي؟ شو اختفوا صدق؟ اوكي اوفهم هذول، هو البرج متفلش، ما يخالف اصلا، عادي. اوكي ثانيه واحده. حلو هسه طبعا نزل له مينيون، ارواح النار نطقهم بزاب حتى ما يقتلون المينيون. فكره حلوه يعني، مو صحيح؟ ذب لهم هوك من هنا نفاجئ، المفروض اذبه من ذيك الجهه لان هذيك الجهه متضرره اكثر. فا اوكي ننزل ساحر هم هنا، نزل لنا فالكيري. حلو ننزل ويا فارس على مود تقتل الفالكيري. حلو اخذنا اول تاج من ذيك الجهه، بقت لنا بس هاي الجهه ان شاء الله احصل منها، او 100% راح احصل. فاجئني. اوكي بقى بس 200 نقدر بفاير بول نهجم عليه. نزل عملاق منا، هذول نصمتهم. اوكي بربري 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 على هوغ رايدر وزاب. طبعا ما راح يموتون ذول المينيون، لا استعجلت بالزاب لان عنده منا ارواح النار. هذيك الصفحه ماخذيها احنا، لان الفاير بول ما راح استخدمها، راح اضمها يعني. اوكي نزل له هوك منا، هيك مفاجئ، وهاي لعيونكم. حلو حصلنا تاجيا واني المسيطر، بس بالبدايه هو شويه اخذ ضرر مني. طلع لي صندوق فضي. اوكي يجوز هجمه واحده ما تكفي، فراح شو تقول نهجم هجمه ثانيه؟ ماشي نهجم هجمه ثانيه. حلو هالمره خصم ليفل 9 الحمد لله، مو ليفل 10، لان هالايام شويه ظلم صايره. انا حتى ما وصل 9.5، شلون يطلع لي خصم ليفل 10؟ اوكي هسه خلينا نركز بالهجمه، خلينا نشوف شو طلع لنا. نزل لنا جام اكسير، ف نزل له ساحر وهاي، لان ما عندي جنود مضطر يعني.
اوكي هسه لك سير يمكن عنده ستة او هيك بهالحدود. روح روح عندنا فاير بول، خلي يجون البرابر هلا بيهم. تعالوا اذا انتم صايرين تتمشون. حلو، اخذنا شوي بقى من البرج مالته 1974. حلو، طبعا هاي الاستراتيجيه ما بيها جام اكسير. الجام اكسير مرات مو تنزله لو يذبلك برميل الغول، لو ينزلك هذا الشسمة اسمه اللي يطب من جوا القاع، ماينر الحفار، اي صحيح، لو فاير بول وما نستفاد منه شيء. فنحضر المينيون على المنطاد وزاب هنا. اوكي اوف اوف العملاق، اوف العملاق. اوكي اهم شيء اهم شيء البالون مات، لان البالون ضربته جدا قويه، تاخذ تقريبا 700 او اكثر، اذا مطور داخل بال 900. فحلو، خلينا نحضر الهوك على مود نسوي الخطه هاي. الهوك يدفع البربري، ظلوا البرابره تتعاركوا بيناتكم علي. ها برابره مالته ليفل 9 وانا مالتي ليفل 10. اوكي يلا يا هوك، بعد فد ضربه، بس واحده بس واحده اريد. لا لا ما لحق ما لحق والله، انا قلت يضرب بعد له ضربه. نزلهم فاير بول يحمسهم حمس كلهم ذولا. شو تايم روح. حلو، لحد الان انا اللي مسيطر لان مدمج البرج مالته اكثر من البرج مالتي. حلو هسه فرصتنا شوي، الاكسير عنده قليل. اوه نزل لنا هذول ال شو اسم، خلينا نحضر زاب، خاف ينزل فد شيء، نحضر زاب هنا. روح روح يا مسكتير روحي، بعد واحده ضربه واحده. حلو حلو 500 بس 500 ونحصل اول تاج. اوكي شو نسوي هسه؟ 6 ثواني، اهم شيء تنتبه على الوقت، 6 ثواني قبل لا تصير واحد تنزل عملاق، لان راح يصير اكسير بسرعه. شوفوا شلون زاد الاكسير بسرعه، فهذا يحافظ على الاكسير شويه. نحضر فاير بول هنا، يعني هم البربري والبرج كلهم بالفاير بول، عصفورين بحجر واحد. اوكي مينيون بس عنده اسهم، والله غلطت 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 سامحوني. نطقهم بزاب كلهم يموتون. او يلا عندنا عندنا فارس، لا يمكن ذبيتها مكان غلط، بس لا تروحين من هناك. اي حلوه 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 حلوه، يلا يا فاير بول فاير بول، لا تخلي البالون يضرب، لا تخلي البالون يضرب، لا 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 لا، مو 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 زين مو زين مو زين. اوكي ننزل البربري والهوغ رايدر وراه، صارت تشكيله حلوه ويا الساحر. طبعا نحضر زاب او اوكي فاير بول، البرابرة والبرج كلهم. حلو يا سلام، حصلنا حصلنا تاج حصلنا تاج. اوكي شوف بعد شكو مينيون هنا، يمكن راح ينزل لي اسهم قبل. شوف ايش قد بعد من البرج ماتي، بس باعه. او حصل حصل، بس مو مشكلة، عندنا اكسير هواي، هو ما عنده اكسير، فراح قبل انزل له عملاق وفارسة وساحر. ساحر جبكت، تعرفون ليش؟ لان هذا الساحر راح يقضي على المينيون وعلى البربر بنفس الوقت. هسه مسيطرين احنا، راح انزل له هوغ رايدر من هاي الجهه حتى قبل يروحوا لهم. نحضر الازاب، نحضر الازاب. اوكي اخذوا زاب، حلو بس 500 بس 500، والله شكلنا انا مسيطر. ننزل العملاق منا، يلا روح. راح ينزل بربري ادري بيه، حضر له فاير بول قبل. قلت لكم قلت لكم راح ينزل بربري ادري بكلاواتكم. بعد ضربه عملاق بعد ضربه، حلو يا سلام يا سلام، مباراتين و2-0 اثنيناتهم. فيب استراتيجيه كلش حلوه وراح تفيدكم كلش هوايه، وراح تصعدكم بلمح البصر من ساحه 5 الى ساحه 8 ان شاء الله، بس يحتاج لها شويه تركيز وتدريب. يعني مو قبل تجي تهجم تخسر اول مره، لا مصطفى استراتيجيتك فاشله، لا مو فاشله، هاي قدامكم اني 2-1 ضد 10 1 9 ضد 9 غلبتهم. نفتح الصندوق المجاني، ماكو شيء كالعاده. حصلنا صندوق التاج، جميل، ذهب 400، جوهر 2، تيسلا 25، روح الجليد ماكو، ما استخدمهن. اوكي جام الاكسير 6، اخر بطاقه. يا سلام تنين صغيروني، تنين صغير اخر فتره قمت استخدمه، ادي استراتيجيه استخدمه، وحتى اذا تشوفون طورت اخر شيء، يعني ما عندي بطاقه زايده. فا اوكي يا شباب، لهنا وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله فادتكم هاي الاستراتيجيه وفادتكم هذا الفيديو. فاذا تريدون اسوي استراتيجيات تساعدكم اكتب لي بيا ارينا انت مثلا 3، او حتى اذا القريه مالتك ضعيفه عندي قريه ثانيه هم ضعيفه، خاف تقولون جنودك اقوياء، مو اقوياء جنودي والله حتى ما نطورهم، عندي قريه ثانيه تريدون ساحه 1 ساحه 2 3 4 5 6 7، بس لا حد يقول لي اسطوري، لا حد يقول لي وصلني اسطوري، لان ما واصل اسطوري ما احب اكذب. حلو فا اوكي يا شباب، اللي هنا وصلنا نهايه الفيديو، لا تنسونا بلايك واضغط اشتراك على مود يوصل كل مقاطع جديدة، ونقول لكم مع السلامة.